البرنامج دي كان له دور كبير في تصحيح بعض المفاهيم وإضافة الكثير، والأهم من ذلك أنه هو قدر يمنهج المعلومات ويحطها في سياقها يعني، فكان له دور كبير البرنامج. عن طريق كوادر تعلمنا الكثير وقدرنا نتخذ قرارات وفادنا في وضع الاستراتيجيات بطريقة صحيحة. هي التميز في توصيل المعلومة يعني يعتمد على البرنامج على الأنشطة، يعني جعل المتدرب يستنتج المعلومة بحيث أنه يكتشف الأهداف اللي يطلبها هذا النوع من التدريب، فهي يعني يجعل موضوع تركيز المعلومة يعني جدا قوي. يعني برنامج كوادر برنامج متكامل يركز على جميع النواحي للقيادة، من ضمنها التطوير الذاتي، تطوير المؤسسة، تطوير الفريق، مراجعة النتائج وتقديرها وتطويرها في نفس الوقت. إنه هو وضع بحيث إنه يكون ملائم وموائم لمختلف الشخصيات، سواء كانت من مؤسسات مختلفة أو من ذكور أو إناث، بحيث إنه يكون في عمل مع بعض في موائمة. العمل في برنامج كوادر كان يعطي نوع من العمل في نوع من المحبة، نوع من التعاون، نوع من الإخلاص، يحاكي طبيعة العمل الموجودة يعني في موقع العمل. طبعاً الطرح كان في تنوع في طرق الكسب ونقل المعرفة، وكان البرنامج في تنوع كثير يعني، كانت عندنا فعاليات قراءة كتاب، كان في فعالية موفي داي، كانت عندنا يعني فعاليات خلينا نقول زيارة مؤسسات لاستعراض قصص نجاحهم وتحديات مختلفة. شلون تتعامل مع أعضاء الفريق وشلون تبني فريق ذو كفاءة عالية وذو أهداف محددة؟ في مجال عملي طورت نفسي وطورت فريق. المشاركين استفدنا منهم كثير، والعاملين ايضا على في معهد بي بوينت، يعني الكل كان يشارك الثاني طريقه تطبيقه في مجال العمل، طريقه فهمه للمواضيع والطروحات. يعني برنامج يعني يبتدي من الشخص وينتهي بالاداء، يحسسنا ان احنا تونا يعني رجعنا لمقاعد الدراسه مثل ما نقول، تجربه يعني مميزه يعني تولى من التجارب اللي فعلا راح تستمع الواحد يظل يذكرها ويظل يعني في نفس الفترة طويلة ما راح تنسى بسهولة.